ونتوجه من القاهرة إلى محافظة سوهاج، ويسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة بالأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج. أهلا بك دكتور نبيل. دكتور نبيل نور الدين، مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور نبيل. يعني بداية أهلا مساء النور. بداية دكتور نبيل، يعني في أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معانا على الهواء مباشرة على شاشة أون تي في لايف. بداية دكتور نبيل، يعني في كثير من الانتقادات بتدور يعني حول إنفاق مبلغ حوالي 1 مليار جنيه على منشآت ومباني وتجهيزات جامعة سوهاج الجديدة. في كلام إن في فلوس اتدفعت، مصاريف كبيرة، ولكن على الجانب الآخر مفيش أي استفادة منها حتى هذه اللحظة. ممكن توضح لنا هذه المسألة دكتور نبيل؟ نعم، جامعة سوهاج القديمة اللي احنا حاليا فيها دي يعني كامبس قديم، نسبة الطلاب فيها حوالي 32 ألف طالب. فمنذ استقلال الجامعة من عام 2006 تم البدء في إنشاء جامعة سوهاج الجديدة في منطقة الكوامل على مساحة 750 ألف فدان، وفي مزرعة تانية حوالي 250 ألف فدان، مزرعة جاهزة للعمل. الجامعة الجديدة حاليا بيها 5 كليات جاهزة للعمل كاملة، بالتأسيس، بالتكييفات، بالجميع الأساس اللي مطلوب. الكلية السادسة هي كلية الآداب، دي تحت التشطيب حاليا. ال5 كليات اللي هم جاهزين للعمل: كلية التجارة وتم العمل بها فعلا، كلية الزراعة ستنقل فصل الدراسة الثاني، تم تجهيز كلية الهندسة والطب البيطري والزراعة، وبنجهز حاليا في كلية الآداب. إن شاء الله هناخد موافقة لجنة القطاع على إنشاء كلية تربية رياضية تبدأ من العام القادم. عندنا منشآت مدن جامعية جاهزة لسكن الطلاب هناك كاملة، بنات وبنين. طب يا فندم معلش، انا اسف لدينا إنشاءات المقاطعة كثيرة هناك دكتور نبيل، موجودة في الجامعة. اسف المقاطعة، يعني دي انجازات يعني جميلة جدا. السؤال بس اللي انا عايز اسأله، يعني لماذا تم تعطيل العمل في هذه المنشآت الجديدة؟ هل هي بالفعل دخلت حيز العمل وبتشتغل ولا لسه؟ فيها فعلا كلية التجارة تم فيها حيز العمل، وتم نقل الطلاب والامتحانات هناك داخل المقر الجديد في كلية التجارة. كلية الزراعة يعني أسسناها وهنبدأ فيها في الفصل الدراسي الثاني، لكن ما يعوقنا حاليا هناك إن نقل الطلاب من الجامعة الجديدة للجامعة الجديدة القديمة الجديدة، الطريق ضيق جدا، 6 متر، وبتمر عليه تريلات وعربات نقل ثقيل، مما يعرض الطلاب للخبر. فكان في هناك مشروع موجود وفعلا تم تنفيذ جزء منه، طريق جديد يربط الكوبري العلوي بسوهاج بالجامعه الجديده، عرضه 60 متر هاي واي، يعني ما فيهوش اي تقاطعات. ده ياخذ المسافه من الجامعه القديمه للجامعه الجديده في 8 دقائق فقط، لكن تم تنفيذ نصفه وتم رصفه وتم تصويره حتى اليوم من قناه الاون تي في مشكوره. لكن النصف الاخر بعد قيام الثوره اصحاب الارض تم التعدي عليهم مره اخرى واوقفوا العمل في النصف الاخر، يعني اللي باقي 4 كيلو فقط عشان يتم تشغيل الطريق الجديد. وهذا ما نود ان يعني نحفز المسؤولين عليه، لان هناك المنشآت مش الجامعه فقط، في الجامعه الجديده، في مدينه سوهاج الجديده بجوار الجامعه، في المطار نفس الكلام، ربط سوهاج الشرق بالغرب مما يزيد من حركه السياحه في سوهاج. هذا الطريق حيوي جدا، ويعني واول امس من حسن الحظ كان في مستشار رئيس الجمهوريه للمتابعه كان موجود في محافظه سوهاج، وانا يعني كان اتكلمت مع المحافظ وذهبنا معه الى الجامعه الجديده وشاف المنشات، فقال حرام يعني هذه المنشات عشان يعني حاجه بسيطه جدا ما يتمش عمل المشروع. والحمد لله ان المحافظ الحالي اللي موجود لسوهاج اللي تم تعيينه حديثا هو اصلا كان عميد كليه الهندسه بسوهاج والمستشار الهندسي للجامعه، فعنده دراية كاملة بمشاكل الطريق، واحنا الحمد لله يعني في دفع قوي جدا من جميع المسؤولين، ولعل وعسى ان ننتهي منه يعني، ونتمنى انه على العام الدراسي القادم يكون يتم العمل بالجامعة الجديدة حتى ما يتم نقل جميع الطلاب الى هناك، لان في مقترح الجامعة القديمة تكون مجمع طبي لانها بجوار
المستشفى الجامعي وكليه الطب وفي مقترح كليه الصيدله. فده كله عايزين المجمع القديم جميل. يكون مجمع طبي، والكامبس الجديد يكون جميل. للكليات الجديده المنشاه لان يعني في تطور يعني حديث جدا يعني للحرم الجامعي الجديد رغبه وبناء على رغبه اهالي محافظه سوهاج. يعني هيحصل انتقال الحرم الجامعي الجديد من سوهاج القديمه الى سوهاج الجديده، لكن هيحصل انتقال للكليات الى جامعه سوهاج الجديده، لكن المشكله حتى الان في تكمله هذا الطريق، في مشكله في اكماله. عايز اسال حضرتك دكتور نبيل عن الوقفات الاحتجاجيه. احنا الجامعات في مصر في كافه انحاء الجمهوريه بتشهد العديد من الوقفات الاحتجاجيه من قبل الاداريين ومن قبل ستاف جامعي. الى اي مدى بيتم التعامل معهم والاستجابه لمطالبهم في جامعه سوهاج؟ لا الحمد لله احنا بدانا المشكله بدري قوي يعني حلها من قبل من شهر 1/7 ومن بدايه الميزانيه الجديده. تم مناقشه جميع امور العاملين وايه هي متطلباتهم، وفعلا ناقشنا جميع المطالب الخاصه بهم. فكان عملنا كذا جلسه مع العمداء وجلسه مع العاملين في كل الكليات، وتم تقسيم المطالب الخاصه بهم الى 3 انواع. قلنا لهم مطالب مستحيله يعني، وفي مطالب يعني مطلوب فيها تشريع، ومطالب ممكن الجامعه تقوم بها. المطالب التي مطلوب فيها تشريع دي تم رفعها الى سعاده وزير التعليم العالي، وفعلا المجلس الاعلى للجامعات خد بها قرار ورفعها للمسؤولين. في مطالب اخرى ماديه مع في الجامعة. الحمد لله كنا اول جامعه قمنا بتلبيه اغلب مطالب العاملين بالجامعه من ناحيه المكافئات، ومن ناحيه المؤقتين تم زياده مرتباتهم بنسبه يعني 100% مما كانوا يحصلوا عليه. في ايضا كانت مشكله من المكافئات في الادارات المركزيه عن الادارات الفرعيه. تم عمل لجنه لهيكله جميع المكافئات برئاسه نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب مع ممثلي جميع الادارات ليتناقشوا في كيفيه عمل نقاط لكل اداره بحيث الكل يكون راضي عن هذا الحل. ايضا في اجتماع كان مع وزير التعليم العالي وممثلين من الجامعات، ارسلنا امين عام الجامعه مساعد لمناقشه هناك، وتمت مناقشات على امور معينه ورجع بهذه المناقشات وبلغها لزملائه. اليوم كان المفروض في اجتماع مع الوزير مع برئاسه جامعه جنوب الوادي، لكن تم تاجيله ايضا مع العاملين، تم تاجيله لظروف خاصه برئيس جامعه جنوب الوادي. لكن الحمد لله تفهمنا لجميع المطالب، وهم العاملين احسوا بان الجامعه لم تدخر جهدا من اجل مطالبهم، وارادوا عمل وقفه احتجاجيه يعني حضاريه، وتم عملها في اول يوم دراسي، وانا بنفسي والساده النواب نزلنا معهم، والحمد لله يعني كانت يعني استجابه سريعه منهم لانهم احسوا القياده معهم ولم تدخر جهد من اجل تلبيه مطالبهم. دكتور نبيل، يعني دائما ما كانت الاصوات بتنادي بان كل جامعه موجوده في محافظه ما في مصر عليها ان تخدم هذه المحافظه، يكون هناك ربط ما بين المجتمع الجامعي او الجامعه وما بين ما هو خارج اسوار الجامعه، ما هو مجتمع محلي. في هذا السياق جامعه سوهاج دورها ايه في خدمه وتنميه المجتمع السوهاجي؟ لا الحمد لله يعني جامعة سوهاج مرتبطة جدا بالمجتمع الخارجي حول الجامعة والجامعات الأخرى. أول أمس كان عملنا مؤتمر، وده بداية التفاعل الفعلي يعني مع بعد الثورة والتوجه البلد لعمل إنجازات في محافظات الاستثمارات. كان يعني مؤتمر هام جدا اللي هي تنمية الاستثمار في محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد بصفة عامة، وكان تحت رعاية طبعا رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وسعادة المحافظ. لكن والحمد لله يعني درسنا فيه جميع المعوقات التي تعوق التنمية في سوهاج والاستثمار والمشاكل السياحية وجميع المشاكل التي تعوق المستثمرين والمناطق الصناعية الجديدة التي تكون في محافظة سوهاج. كل ذلك تم دراسته في المؤتمر أمس، وإن شاء الله يعني خرجنا منه بتوصيات هامة جداً سيتم إبلاغها للسادة المسؤولين حتى يتم تدارك هذه السلبيات. وكان توجد أيضا بعض المصانع المعطلة والشركات التي لا تستطيع العمل في ظل هذه الظروف،
تم تدارك هذه السلبيات ايضا جميعها، والحمد لله التوصيات كانت فعاله جدا، وكانوا بشهاده جميع الحاضرين هذا المؤتمر كان ايجابي جدا. ايضا في عندنا كليات العلوم وكليات الطب وكليات الزراعه مشاركين مع المجتمع الخارجي ببرامج شراكه مختلفه من حيث التفاعل مع المجتمع الخارجي من جميع الجوانب. ايضا بتخرج قوافل طبيه كبيره من كليه الطب لتجوب النجوع والقرى لمعالجه المرضى في نفس القرى نفسها. ايضا في قوافل بيطريه، كليه الطب البيطري كل عام بتكون في قافله بالتعاون مع وزاره الشباب بتجوب جميع قرى سوهاج وحل مشاكل الفلاحين وايضا والحفاظ حتى على الثروه الحيوانيه. كل ذلك بيتم بالتعاون مع اداره الجامعه ومع جميع عمداء الكليات لتقديم خدمه مثاليه لجميع المجتمع الخارجي الذي يطلبه من الجامعه. وهذا دور الجامعه، يعني دور الجامعه كبيئه خبره انها تستطيع ان تؤدي جميع ما يطلب منها من المجتمع الخارجي. واحنا كدورنا كجهه بحثيه ايضا قدمنا لسعاده المحافظ دراسات بحثيه كبيره جدا من الجامعه في شتى المجالات العلميه والصناعيه والزراعيه والتجاريه، وان شاء الله يدا بيدا معه حتى تتم هذه على ارض الواقع وينعم بها الشعب السواجي ان شاء الله. يعني جميل هذا الربط ما بين المجتمع في سوهاج ودور الجامعه في هذا المجتمع. مع بدايه العام الدراسي الجديد دكتور نبيل، دائما ما تظهر بعض المشكلات المتعلقة بمثلا طلبات خاصة للطلاب فيما يتعلق بالمدن الجامعية، أماكن الدراسة، الكتاب الجامعي، الأنشطة الطلابية، يعني في أمور كثيرة في الحياة الجامعية بتبقى فيها بعض العوائق والمشكلات. كيف تعاملتم مع مثل هذه المشكلات مع بداية هذا العام الدراسي؟ نعم والله دائما احنا دائما الاستعداد المبكر لاي شيء بيمنع ان شاء الله حدوث مشاكل في اي حاجه تريدها. احنا بنبدا من شهر 7 بمجرد من انتهاء من العام الدراسي القديم بنبدا الاستعداد للعام الدراسي المقبل. فتشكلت لجان لدراسه المدن الجامعيه ومشاكلها، لدراسه الكتاب الجامعي، لدراسه مشاكل الطلاب التي يلاقونها كل فصل دراسي، بالنسبه لجداول الامتحانات والعام الدراسي المقبل كيف سيكون. الحمد لله تم عمل كذا اجتماع مع سادة العمداء ووكلاء الكليات لشؤون تعليم الطلاب ومدراء المدن الجامعيه، وتم عمل حتى استئجار بعض المدن الجامعيه الجديده حتى نستوعب اكبر كثافه ممكنه من الطلبه والطالبات. لان المجتمع الصعيدي زي ما سعادتك تعرف ان خاصه البنات يعني بيخافوا جدا على اولادهم ان يسكنوا خارج المدن الجامعيه، فبيتم توفير لهم اكبر عدد ممكن من المدن الجامعيه للطالبات، وهذا تم الحمد لله هذا العام بكثافة كبيرة جدا. نفس الكلام للطلبة أيضا، بيتم يعني عمل أنشطة لهم ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية والثقافية والعلمية، وبحيث أن الطالب يكون يعني العمل يعني شخصية يعني جامعية قوية من خلال التعليم والأنشطة المختلفة التي يؤديها الطلاب في الجامعة. فتم تدارك هذا جدا قبل العام الدراسي. ايضا اتحاد الطلاب في الجامعه وحلقه وصل كبيره جدا ما بين اداره الجامعه والطلاب وحل مشاكلهم، فدائما توصلنا المشاكل اول باول قبل ما تتفاقم الامور، والحمد لله لم نتوانى جهد وبمنتهى السرعه بيتم اتخاذ القرار حتى لا تتفاقم الامور وتحل المشكله قبل ان تبدا. هذا من جانب. من جوانب اخرى، تم الاستعداد للعام الدراسي برضو ايضا في الكليات الجديده التي بدات بالكوامل، كليه التجاره وكليه الزراعه، وتم تاسيسها بالكامل. تم يعني عمل باصات خاصه بالطلاب يعني للتوصيل الى الكليات بحيث انهم لا يبذلون مجهودا كبيرا في هذا الامر. تم مخاطبه جميع المسؤولين لتوفير ايضا يعني لدينا مخابز خاصه بالطلاب، يعني بحيث ان المدن الجامعيه يكون يعني الاكل والشرب على يعني على انظف ما يكون، يعني في منظومة كاملة كل واحد منها بيؤدي دوره فيها حتى تتم العملية على أحدث ما يكون وأنجح ما يكون. الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وكل التوفيق لجامعة سوهاج في مبناها القديم وفي مبناها الجديد في مدينة سوهاج الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.